السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا التنبيهات علشان اول لما انزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. واخيرا اعزائي المشاهدين، بعد ما اخر مره اتكلمنا فيها على افلام عالم مارفل السينمائي، كنا بنتكلم على فيلم افنجرز اند جيم، اللي بالمناسبه في اليوم ده اللي انا بصور فيه الفيديو ده عدى فيلم افاتار كاكتر فيلم جاب فلوس في تاريخ السينما كلها. فيعني مش مكان وحش ان الفيلم ده يكون موجود فيه، خاصة ان افاتار يعني زي ما اتكلمنا عليه كده فيلم عظيم وكل حاجة، ولكن هو كان عظيم لسبب معين كده، ما كانش يستحق ان هو يفضل فوق الليستة دي. فايوه افنجرز اند جيم هو دلوقتي اكتر فيلم عمل فلوس في تاريخ السينما كلها. ومع الاخبار دي بقى اخيرا مارفل في كوميك كون اللي لسه معمول من فترة قريبة طلعت بإعلان الفيز الرابع للأفلام، فيز 4 أو المرحلة الرابعة من أفلام عالم مارفل السينمائي. أفلام مارفل بتمشي بمراحل، فيز 1 كان فيها الأفلام اللي هي أيرون مان، أيرون مان 2، مش عارف مين، وخلينا نقول إن هي خلصت بفيلم افنجرز، أول فيلم افنجرز اتعمل. بعدين فيز 2 اللي خلصت بفيلم أنت مان، أنت مان كان أول فيلم الأنت مان ينزل سنة 2015 تقريبا. وفيز 3 اللي هي خلصت ب اند جيم، فيلم اند جيم اللي هو لسه نازل من فتره، ودلوقتي هم اعلنوا للمرحله الرابعه من الافلام. بمعنى تاني الافلام اللي هم يعملوها في فتره السنتين او الثلاث سنين اللي جايين. فدلوقتي خلونا ناخد نظره عن الكلام اللي اتقال في كوميك كون، وخلونا نعرف ايه بالظبط الافلام دي وليه هيعملوها، وايه المرحله الجايه عامه من عالم مارفل السينمائي. عندنا سنه 2020، ايوه هنستنى لحد 2020 لحد ما ينزل فيلم تاني لمارفل، وكده هيكون اخر فيلم نزل هو فيلم سبايدر مان فار فروم هوم. وبعد كده الفيلم اللي هينزل سنه 2020 هيكون فيلم بلاك ويدو. ايوه بلاك ويدو اخيرا هيتعمل لها الفيلم الستاند الون الخاص بيها، وده هينزل سنه 2020. لسه مفيش كلام كتير طلع عن الفيلم ده، ايه بالظبط هيكون القصه متركزه في ايه، بس غالبا هيكون بريكوال، هيكون فيلم كده بيحكي احداث بلاك ويدو قبل ما تكون الشخصيه اللي احنا نعرفها من الافلام دلوقتي، هيحكي الماضي بتاعها والكلام ده. فايوه اظن يعني لمحوا للموضوع ده كتير، وده اللي هيحصل، وهو ده الفيلم اللي احنا هناخده في بدايه سنه 2020. بعد بلاك ويدو بقى هيبقى عندنا فيلم ذا ايترنالز. ذا ايترنالز دول شخصيات ما تكلموش عليهم في عالم مارفل السينمائي خالص، هيكونوا شخصيات جداد كده اول مره نشوفهم، ودي حاجه هتلاحظوها كتير في المرحله دي من افلام مارفل، ان هم رايحين لحاجات غريبه عشان عاوزين بقى يبداوا الحاجه اللي منها هيبداوا يعملوا حاجه كبيره جدا زي فيلم افنجرز اند جيم. من الحاجات دي هيكون فيلم ذا ايترنالز، والمعلومه الوحيده اللي انا اعرفها عن ذا ايترنالز ان هم يبقوا زي ما تقولوا كده ولاد السلاستيالز. مين السلاستيالز؟ اتكلموا عليهم بشكل صغير جدا في فيلم جاردينز اوف ذا جالاكسي لو تفتكروا. السلاستيالز دول زي ما نقول يعني الناس اقوياء جدا كده اهو، ومنهم جايين الايترنالز، والايترنالز دول هم اللي بيحموا الارض خلينا نقول، بس هيكونوا في الفيلم ده ضد مجموعه شريره. فايوه حاجه غريبه ما اتعملتش في عالم مارفل قبل كده، وادينا مستنيين نشوف اللي هيحصل. وبالمناسبه فيلم ذا ايترنالز ده من الابطال اللي هيكونوا موجودين فيه انجلينا جولي، فركزوا. بعد الفيلم ده ولاول مره هيدخل اول مسلسل في عالم مارفل السينمائي، ده يعني ما تحسبش المسلسلات بتاعت نتفليكس زي لوك كيج ودير ديفل والكلام ده، لا دلوقتي هيكون مسلسل فعلا 100% مربوط بعالم مارفل السينمائي بالاحداث بنفس الممثلين بنفس كل حاجه، وهيكون مسلسل فالكون اند ذا وينتر سولجر، وهيتذاع على المنصه بتاعت ديزني اسمها ديزني بلس، ويعني ديزني عماله تاكل السوق يعني. فينزل المسلسل ده سنه 2020 برضه في نفس السنه. ومن الفيلنز التقال يعني خلينا نقول اللي هيكونوا في المسلسل ده هيكون زيمو، بارن زيمو اللي هو كان الفيلن خلينا نقول في فيلم كابتن امريكا سيفل وور، ولو تفتكروا في اخر الفيلم يعني هو فضل عايش. فايوه هو هيكون ليه دور كبير برضه في المسلسل ده. بعد المسلسل ده هنشوف فيلم تشانج تشي اند ذا ليجند اوف ذا 10 رينجز، هينزل سنه 2021. من الاخر الفيلم ده هيحكي لنا مين هم ال 10 رينجز دول، ان هم موجودين لو تفتكروا من اول فيلم في عالم مارفل السينمائي من فيلم ايرون مان 2008، وتم التلميح على ال 10 رينجز، وال 10 رينجز دول في الكوميكس يعني حاجه تقيله جدا، وفيلم ايرون مان 3 زي ما تقولوا كده هو يعني ادوا ريفرنس كبير جدا عن ال 10 رينجز دول والمنظمه دول، وعملوا زي ما تقولوا بارودي كده هو من القائد بتاعهم، ولكن ما طلعش حقيقي. بس
الفيلم ده بقى هو اللي هيفتح الملف بتاع التين رينجز دول ونشوف مين بالظبط الاشرار دول. بعد الفيلم ده نرجع تاني على ديزني بلس اللي هي المنصه اللي هتعرض المسلسلات بتاعه عالم مارفل السينمائي، وهنبدا بمسلسل جديد وهو مسلسل واندا فيجن. هيعرض المسلسل ده واندا اللي هي السكارلت ويتش وفيجن اللي هو فيجن فيز زي ما بيسموه في الافلام. ايوه المسلسل هيكون عنهم الاثنين، مفيش اي معلومات موجوده عنده. انا مش عارف يعني ازاي فيجن هيكون جزء من المسلسل ده، عشان فيجن لو تفتكروا فيلم افنجرز انفينيتي وور. المهم مش موضوعنا، ولكن عامه ده مسلسل وهينزل سنه 2021. وبعد ما المسلسل ده ينزل على طول بقى هينزل ايه مسلسل لوكي، والبطل بتاع المسلسل ده اللي هو توم هيدستون اللي بيعمل دور لوكي، بس مش هيكون اي لوكي كده هو او لوكي اللي احنا عارفينه في عالم مارفل السينمائي. لا فاكرين في فيلم اند جيم، وسبويلرز لو انت اتفرجتش على فيلم اند جيم، فيلم اند جيم كان فيه لما رجعوا لسنة 2012 علشان لأول باتل كده، الباتل بتاعت نيويورك، وايرون مان كان عايز ياخد التسراكت وقع منه، ولوكي اللي هم قبضوا عليه أخد التسراكت وخلع. المسلسل ده بقى هيكون بيتابع اللوكي بتاع التايم لاين ده، فهو زي ما تقولوا لوكي عمل له برانش كده اهو تايم لاين لوحده. فالمسلسل ده هيتابع المغامرات بتاعه لوكي في التايم لاين الغريب اللي هو ماشي فيه. وخلينا ناخد وقفه صغيره علشان يعني انا ملاحظ دلوقتي ان انا عمال اتكلم في حاجات كلها تعتبر جديده، ما يعني ما فيش حاجه من الجزء الثاني الجزء الثالث حاجات دي. فبس عايز اوضح حاجه، فيلم سبايدر مان 3 وفيلم بلاك بانثر 2 وفيلم جاردنز اوف ذا جالاكسي 3 ما يعني ما تكلموش عليهم في الاعلان بتاع كوميك كون اللي عملوه اللي اعلنوا فيه للفيز الرابع. ده مش معناه ان الافلام دي اتلغت، لا الافلام دي هتتعمل بس لسه ما فيش تواريخ معينه اتحطت ليها، ولكن برضو انا اعتقد ان هي هتكون من المرحله دي من الافلام المرحله الرابعه، ولكنها يعني هتكون ايه متوزعه بشكل مختلف. اظن ان جاردنز اوف ذا جالاكسي هينزل سنه 2020، واظن ان بلاك بانثر هينزل 21، وسبايدر مان الجزء الثالث يا اما 21 يا اما 2022، ولكن ولا حاجه متاكده لحتى الان. نكمل بقى في سنه 2021 هينزل فيلم، وانا شايفه هيكون فيلم مهم جدا، وهو فيلم دكتور سترينج ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس. كده بقى احنا بدانا نتكلم. ده هيعتبر الجزء الثاني من فيلم دكتور سترينج اللي نزل سنه 2016، والفيلم ده يعني هيكون ايوه فيلم الدكتور سترينج، بس لا العالم هيكون كبير جدا. ليه؟ داخلين جوه المالتيفيرس يا معلم، والمخرج بتاع الفيلم هو هيكون نفس المخرج بتاع فيلم دكتور سترينج، وقال ان ده هيكون اول فيلم رعب في عالم مارفل السينمائي. عالم مارفل السينمائي احنا عارفين افلام مارفل هي افلام مارفل، بس هو لا دخل على طول فيش واحد اتنين فيش تفاهم، قال لك ده هيكون فيلم رعب، يعني ايوه هيكون اول فيلم رعب في عالم مارفل السينمائي. فاحنا عندنا دكتور سترينج وهيروح في المالتيفيرس وفيلم رعب، انا متحمس من دلوقتي. بعد الفيلم ده هينزل زي ما تقولوا كده هو يعني سيريز انيميشن على الستريمينج سيرفيس بتاعت ديزني بلس، هيكون مسلسل انيميشن اسمه وات اف. بكل بساطه كده هو الاسم ده متاخد من مجموعه من الكوميكس اسمها وات اف كوميكس بتاعت مارفل، بتطرح كده اسئله غريبه، ماذا لو مثلا ان هالك كان واحد ذكي جدا، ماذا لو ان كابتن امريكا كان في الاتحاد السوفيتي، وات ايفر حاجه زي كده، فيعملوا نسخه انيميشن منها وهتهاجم حاجات جوه عالم مارفل السينمائي. جديده جدا، حاجه غريبه ما توقعهاش منهم، ولكن خلينا نشوف اللي هيحصل. في نفس السنة هينزل برضو مسلسل على ديزني بلس، مسلسل هاك آي، وفي المسلسل ده زي ما تقول هيكون التركيز الأساسي بتاعه اللي هو هاك آي بيدي المانتل بتاعه أو بيدي العباءة خلينا نقول اللي هيعمل دور هاك آي بعده. ما أعرفش هيكون مين، هل هتكون بنته لسه ما أعرفش، ولكن أيوة هيعملوا مسلسل هاك آي هيكون متاح على ديزني بلس. وبعد كده وفي آخر سنة 2021 هينزل فيلم ثور لاف اند ثاندر، ده هيكون الجزء الرابع ده افلام ثور بعد ثور راجناروك اللي نزل في 2017 تقريبا. عايز اقول الفيلم ده يعني هيكون كده عدى وقت طويل جدا على ثور احنا ما شفناهوش، واللي انا يعني عرفته من الانترنت ان الفيلم ده هيهاجم حاجات غريبه جدا، يعني ممكن جين فاستر هترجع في الفيلم ده يعني بالمناسبه، وممكن جين فاستر تبقى هي ثور بعد كده ما نعرفش. بس كل اللي نعرفه ان الكاست بتاع ثور راجناروك راجع بنفس المخرج تايكا وايتيتي، ودي كل المعلومات اللي متاحه عندنا
حتى الآن، زي ما حصل في الإعلانات السابقة بتاعت مارفل عن مراحل الأفلام بتاعتهم، دايما بيكون في تغير كده، هو أفلام بتبقى زيادة، أفلام بتتلغي خالص. بس عامة أنا شايف إن الستيتمنت اللي عملوه ده ستيتمنت قوي جدا بالحاجات الجديدة، الحاجات اللي ممكن الجمهور العادي معظمه مش عارف أي حاجة عنها، بس هم دلوقتي داخلين من ناحية إن خلاص هم أثبتوا حاجة كبيرة جدا، وإن هم عارفين إن في ثقة من ناحية الجمهور على الحاجة اللي هم هيعملوها. بس أدينا قاعدين أهو ومستنيين نشوف ايه اللي مارفل هتعمل. وبس اعزائي المشاهدين، دي كانت كل حاجه عندي للفيديو ده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا التنبيهات علشان اول لما انزل فيديو جديد هنا على القناه من غير مونتاج يوصلكم على طول. وبرضه ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو لان ده بيساعد جدا. عندنا الميم المبتدئين، شكرا، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر فيلم من المرحله الرابعه لافلام مارفل انتوا متحمسين ليه. انا زي ما قلت لكم كده اهو، الفيلم بتاع دكتور سترينج ان ذا مادنس اوف ذا مالتيفيرس ده انا مستنيه، من ان ذا مالتيفيرس اوف مادنس تقريبا، ايوه ده هو العنوان الفيلم، انا مستنيه لحد دلوقتي. عرفوني في الكومنتات ايه اكتر فيلم انتوا مستنيينه، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.